وحفظ التفسير وعلمه كله. والله ما مررت على آية إلا عرفت تفسيرها. شوفوا يا جماعة 13 سنة. لو تقول الإمام الشافعي 13 سنة كتابة قراءة قرآن تجويد تفسير أحاديث سنة، هذه المرحلة. طيب عندي مشكلة الآن، وش هي مشكلته؟ قال أبغى أطلب العلم، أبغى أكمل طلب العلم. هو حافظه لكن عنده مشكلة، فقير. طيب وش دخل الفقر؟ ما عندي ورق. راح لأمه قال يا أمه ليس عندي ورق، أبغى أكتب مع العلماء. قالت تعال نبغى نروح عند الديوان، ديوان الخليفة. قالوا شو نسوي؟ قالت الديوان يكتبون كل يوم كتاب، وبعض الأوراق تكون تالفة يحذفونها ينطلونها، أو تكتب فينتهي منها ويبقى ظهرها مثل الورقة هذه، مكتوب من هنا ومن وراء فاضية. فقالت نروح عند الديوان، فإذا جو تقول جلسنا نلقط الأوراق البقايا. وينبسط الإمام الشافعي ولقى ورق، لكن ما كفى من كثرة علمه وحفظه ومن كثرة ما عنده. قالت أمه لا تخاف، تعال نروح عند المذبح. قالوا شو المذبح؟ قالت مكان ما يذبحون الإبل. طيب ليش؟ قالت تعالوا أعلمك. شوفوا الأم، أم الإمام الشافعي معها لحظة بلحظة، لحظة بلحظة، سبحان الله، حطت هدف ورسالة، وأنا أقول حققتها قبل أن تموت رحمها الله تعالى. يوم جت عند مكان المصلخ يذبحون الإبل، قالت ابحث عن عظام الكتف، فإنهم إذا أكلوا لحمها أو جردوا لحمها، شالوا لحمها من العظم، فإنهم يرمون عظمها، وعظم الكتف كبير الإبل، نأخذه ونجففه ثم تجعله لوحا لك تكتب عليه علمك وما تتعلمه. يقول كان الطلاب يذهبون للمسجد بكراريس أوراق، وأنا سحب عظام يقول فيها الشوارع. يقول حتى بقي الناس والأطفال يضحكون علي، قلت اضحكوا أو لا تضحكوا، والله لا أخجل من العلم ما دمت أتعلم حتى يجمع الله بي الأمة. يا الله.